الاحترام نشوفهم قالوا ايه؟ لو قال كده يبقى ما ينفعش يقول كده. لا اكيد ما اكيد ما قالش بنفس هو حجم النادي الاهلي حجم كبير يعني، فهو دي تصريحاته يا جماعه مش جايبه من عندي والله. هو الراجل كابتن فرقه فما يصحش هو قال كده حاجه كده يا يعني دي تصريحات الراجل ولا حد تاني؟ دي تصريحاته. طيب لو هو قال كده وده ادينا الحجم الطبيعي للنادي الاهلي، هو الحجم النادي الاهلي ان هو بيلعب في، لا الحجم الطبيعي ان هو كسب، لا الحجم الطبيعي ان هو يلعب ضد بايرن ميونخ سيمي فاينال وانت هتتفرج عليه في التلفزيون، هو ده الحجم الطبيعي صح؟ بس يعني يعني طيب يعني هو اكيد اكيد بس اكيد الكلام لو هو يعني قال كده، بس انا اشك هو لو قال كده يعني اشك هو طبيعي قال. لازم يدي النادي الاهلي حجمه ده طبيعي، وطبيعي النادي الاهلي كبير، وطبيعي النادي الاهلي امكانيات فنيه اعلى. خلينا بس يعني احنا بنتكلم دلوقتي كلام تاني، ولكن الاهلي لو هو داخل معاه في الجيم وموفق النهارده واللعب بتاع النادي الاهلي. طب هو انتوا ليه مش مصدقين ان الراجل قال كده؟ الراجل قال ان احنا في الشوط الاولاني ما اديناش الاهلي او بلغنا فيه ان احنا نعمل حساب النادي الاهلي، في الشوط الثاني ادينا الاهلي حجمه والاداء زي ما انتوا شفتوه. ايوه زي ما هو ايه طلع برده خسران. طيب يعني احنا نرد عليه برده، احنا بنرد عليه بقول لك انت هو برده طلع خسران في الاخر واحنا في الدور اللي بعد كده كلها احجام في الاخر. ده لو هو قال كده فعلا، واحنا بنقول ان حجمه كبير وكبير جدا. انت اديت الحجم الطبيعي الاهلي وحجمنا الطبيعي ان انا اكسب الدحيل على ارض الدفاع، هو ده الحق ده فتره كان الدحيل ده ده طبيعي الاهلي ده طبيعي يعني فده حجمنا وده بطل يعني احنا احنا نلعب ضد بايرن ميونخ ده طبيعي تمام كبير ضد كبير. زي ما شفنا الكابتن حسام غالي والكابتن محمد شوقي واي حد رياضي يا جماعه، وهو حتى الكابتن معز ربما لو في ظروف تانية مش بعد المباراة لازم هيدرك ان الاحترام ده لغة اساسية، لغة اساسية بين المتنافسين. ان كمان الكابتن محمد عمر كابتن الاتحاد السكندري باشمهندس وهو بيسأله كابتن احمد شوبير عن ايه طبيعة هذا التصريح، كابتن محمد عمر قال لك لا الاهلي احترم المنافس وعشان كده كان يقدر يسجل في اي وقت. نشوف رأيك.